عرفتوا الظروف فاش بدينا التركيبه البشريه باش بدينا دابا ما يمكنش ما نكونش راضي عليها، لان كاينه واحد النسبه ديال اللعبه اللي عاجبنا حنا كطاقم تقني، وما يمكنش اسميتو نقول لك ما عجبتنيش، لان حتى الوقت ديال تنقيب وديال اسميتو شكون ابل لي تيست باش نشوفوا اللعابه اخرين ما بقاتش عندنا، ولهذا فانا مقتنع بهادو اللي كاينين. وقول لكم واحد المساله، انا راه غايقولوا كلمتهم فاسميتو غايقولوا كلمتهم في ذاك الهدف اللي حطينا، اللي هو الهدف ماشي ديال الصعود، باش ما نكتبوش على الريجينغ وما نكتبوش على الصحافه عليكم انتم كصحافيين، وما نكتبوش على المحبين ديال امل تيزنيت. يعني الوعد لك، شنو هو الوعد ديالك بالنسبه للجماهير التيزنيتيه؟ الوعد ديالي بالنسبه للجماهير التيزنيتيه هو الكلاس، نكونوا بارمي هاد الويت اللي قلنا، باش ما نبقاو في القسم الاول هوات، باش ندوزو للقسم الوطني سكون ابل اللي كيسميوه الناسيونال، كيسميوه الناسيونال، هذا هو الهدف ديالنا. وإلا جا داك الهدف الاخر ندوزو للجيم سيري بروفيسيونيل، راه كلشي غيفرح ليه. ما هي وصفتكم فوالا لادراج اللاعب المحلي؟ يعني كيف شنو هي الوصفه اللي جابتي عليه باش يدرج اللاعب المحلي فعليا في الميدان، ماشي في يعني في اللائحه ديال اللاعبين الرسميه؟ الوصفه ديالي انا ما غنقولش لك وصفه، لان جو سوي با ان كويزيني، ماشي طباخ وماشي سحار. الوصفه راه غتجي من عندهم هما، خصهم يخدموا ويفرضوا رؤوسهم، لان تعطاتهم دابا انا كان واعد هو انه اللي خدم وكيستحق بلاصتو، راه ما يمكنش وما يمكنش نتخلوا عليه. ما هو شنو الطموح ديال سعد في القمع عمل تيزنيت؟ الطموح ديالي راه قلتها، انه نتكلاسو بارمي لي وي بروميي باش نبقاو في سميتو. وإلا جا ذاك الطموح اللي هو طموح صحيح، هو الطلوع للدوزيام سيري بروفيسيونيل، راه غنفرحوكم ونفرحو الجماهير التيزنيتيه ونفرحو الريزينغ اللي كيساندوا الفريق بواحد الكيفيه اللي هي حضاريه، وكنشكرهم من هذا المنبر. واش سي علي ما كيفكرش في استقطاب احد لاعبي شباب ايت ابراهيم، الا كان كيتوفر بيان سي على قدرات اللي كتسمح ليه باش يلعب في النادي ديال الشباب؟ المهم انا اتصلت مع اللعب، اتصلت معاه 4 المرات، هو محطتي حسن وما عرفت علاش ما جاش، واللعب في المستوى وقيل موالف الاجواء ديال بو نعمان وما بغاش يجي، ولكن لا بدا نشوفوا كنديروا ليه باش يجي الامل تيجني، لان كيستحق. ومن هنايا يمكن نستغل بعد المباريات في هذه الاقسام، كاتريام سيري تروزيام سيري سوبر، الا كانت عندي الوقت، الا ما عنديش لونجاجمون مع الفرقه، الا ما كانش شي ماتش، انه نمشي نتفرج ونشوف اللعابه ديال المنطقه. سي علي اذا فقير، كنتي اكيد كنتي متابع الفريق امل تيزنيت المواسم الماضيه بكل فئات ديالها، فريق شبان امل تيزنيت بصم الموسم الماضي على نتائج جد ايجابيه ومجموعه من اللاعبين برزوا مع هذا الفريق، هذا بغينا نعرفوا ما مصير بعض اللاعبين اللي ما تمكنوا انهم يبانوا لنا في اللائحه النهائيه. الحسن ابانا مدجن، واش انهم ما تمكنوا انهم يضمنوا مكانتهم او لا ظروف خاصه عند هاد اللاعبين هادو امكنتهم انهم؟ هو ابا ما كانش في اللائحه، علاش؟ لانه هو سيتا جونيور، هو اوتوماتيكمون راه في اللائحه، لان لي جينيور راه بلا ما اسميتو بلا هما كيتكلفوا اللي تكلفوا النيفو دو لا فيدراسيون، راه اوتوماتيكمون راه سيتادير مستعد ومؤهل باش يلعب ضمن الكبار. ويبا من بين الناس اللي بغيتكم كصحفيين انه تردوا لهم البال، يستافدوا من التجربه ديالهم وتوعيهم بلا سميتو المسؤوليه ديالهم، خاصه ماشي غير المسؤوليه في الملعب، المسؤوليه في حياته اليوميه، في ما يسمى سكون ابل لونترينمون انفيزيبل، اللي هو ما كيشوفو حتى واحد. شنو هو هذا لونترينمون انفيزيبل؟ النعاس ديال اللعب، الماكله ديالو، لوروبو ديالو، والماء ما ينساش، وما ينساش ما يشربش، هذا هو لونترينمون انفيزيبل. ولونترينمون فيزيبل راه كيشوفوه اللعابه، كيشوفوه اصحابه، وكيشوفوه المدرب، وكيشوفوه الجمهور، كتشاف التيران. ولكن هذاك اهم تدريب هو التدريب اللي ما كيشوفوه حتى واحد، اللي هو خاص باللعب. سؤال اخر سي علي، ما هي الرساله اللي بغيتي توجهها للنادي السابق شباب ايت ابراهيم؟ ايوا
شبابيت ابراهيم في القلب، ونقول لهم واحد المساله انه الا استمروا في هذا. وهنا كنشكر بعد المكتب، لان دوزت معهم عامين زعما في المستوى، نشكر المكتب ونشكر الجمهور اللي انا زعما ما كنتش كنتسنى انه تكون واحد اسميت واحد يتخلق الجمهور ديالي ابراهيم يتخلق يوصل ذاك المستوى ديال الاخلاق. وما ننساش نشكر وكذلك اللعابه اللي دوزوا عامين موسمين متتاليين هما في المستوى اللي ما كنتش انا كنتسناه، ولكن اللعابه برهنوا للناس انهم راه قادين يديروا اكثر من هذا الشيء. والرساله اللي كنقول لهم دابا انه يستمروا في هذا سميتو ويزيدوا لقدام. وراه كان معاهم واحد الشاب اللي هو سميتو سفيان كمدرب، راه انسان خلوق وخص يسمعوه. وعرفت انه اللعابه ديالها سميتو لا المكتب لا اللعابه لا الجمهور غيساعدوه باش يتحقق سميتو يحقق سميتو الهدف اللي هو الصعود للسوبر.